مالدي بارادو حقق المرغوب بدءا من الدقيقة الرابعة عندما وزع ابراهام مشاوش هذه الكرة التي فلتت من ايدي الحارس العباسي الزايدي، وجدت تواتي في المتابعة، تمكن من تسجيل اول اهداف المباراة. رد فعل اتحاد بلعباس كان بهذه الكيفية، وتدخل الحارس بن مدور حل دون وصول الكرة الى الشباك مانحا التفوق لنادي بارادو في الشوط الاول، هدف دون مقابل. المرحلة الثانية كانت اكثر اثارة، استهلها الاتحاد بركنية وصلت الى بونوة الذي عرقل من طرف ابراهام تشاوش. الحكم حبيب بتني دون تردد اعلن عن ضربة جزاء لفائدة اتحاد بلعباس، نفذها خالد، لكن الحارس بن مدور اصر على ابقاء التفوق لزملائه. كان ذلك في الدقيقة 52. دقيقة بعد ذلك والي في محاولة اختراق الدفاع العباسي، كرته اصطدمت بالمدافع موفق. الحكم القريب من مجريات اللعب اعلن عن ضربة جزاء هذه المرة لصالح نادي بارادو، نفذها وسجلها ابراهام شاوش مضيفا الهدف الثاني لنادي بارادو. الكرات الثابتة التي اتيحت لاتحاد بلعباس لم تصب الهدف، وكان لها بالمرصاد الحارس بن مدور. نلعب الدقيقة 77، انطلاقة من وسط الميدان للعب والي، مرر على طبق للبديل بن عاشور، تمكن من تسجيل الهدف الثالث في وسط دفاع اتحاد بلعباس، وهي النتيجة النهائية لمباراة نادي بارادو اتحاد بلعباس.